السلام عليكم البنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الدرس ديال اليوم غادي يكون ان شاء الله ثلاثه الاشكال من التنبات اللي كيجي في بلاصه السفيفه او القيطان في الجلابه العصريه او القفطان. نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه ولايك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا. نبداو بسم الله على بركة الله. بالنسبة للشكل الأول غادي يكون بالمهرس، سهل في الخدمة. ديجا كنت خدمت بيه، أنا غنوري لكم دابا في الفيديو اللي غايدوز دابا، خدمت بيه جلابة كيجي سهل في الخدمة خصوصا للمبتدئات. نتمنى إن شاء الله تجربوه. إذن كناخذ ثلاثة العقيقات في المهرس. الخط الوسط هو هو ديك البلاصه ديال السفيفه اولا القيطان. اذا كناخذو بشكل مايل، عفوا، وكنتكي ليبرا. بالنسبه للمبتدئات حاولوا دائما تعبروا المسافه بهذا الشكل. هذا انا كنبعد على السطر بمليمتر تقريبا وكنتكي ليبرا. اذا دائما كنأكد المبتدئات حاولوا انكم تعبروا المسافه ديال العقيق. دابا غنجيو في الوسط من داك العقيق، عندي ثلاثه العقيقات غنجي في الثانيه وسط منها. ما كنجيش انا، ما كنخدمش فوق على السطر، حيت باش يجيني بحال السطر غنخليه في الوسط. كنخرج بمليم من هاد الجهه وكندخل بمليم من الجهه الاخرى. اذا وسط دوك ثلاثه العقيقات كنخرج ليبرا، ولكن ما كنخرجهاش في السطر. غندخل ثلاثه العقيقات، غنعبروا المسافه، وكنأكد على المبتدئات يحاولوا يعبروا المسافه. غنعبر المسافه ونتكي ليبرا. بهذا الشكل خرجت ثاني في وسط دوك ثلاثه. بالنسبه اللي مولفين يخدموا العقيق، كتقدروا انكم تخدموا بعينكم ميزانكم. انا غنوري لكم الطريقه. بهذا الشكل هذا انا ما كنعبرش المسافه، يعني عيني ميزاني. انتوما كنجي بشكل مائل، لاحظتوا كيفاش صافي، وكنستمر في الخدمة ديالي. البنات هذا هو الشكل النهائي ديالها. بالنسبه للشكل الثاني، غنخدم ان شاء الله بالمهرس والزمرد. كنديروا عقيقه مهرسه زمرد، عقيق مهرس، كنخدموا على السطر وكنجيبوها مايله، كنسكيو ليبرا. دابا غنجيبو ليبرا على السطر حدا الزمرد، يعني في الوسط. من بعد غندير عقيقه مهرسه زمرد وعقيقه مهرسه، وغنجيبها بشكل مائل ونتكي ليبرا. الشكل راه ساهل، كنستمروا بنفس الشكل، كنخدموا على السطر، كنخدمو مرة من هاد الجهة ومرة من الجهة الأخرى. دايما كنجيبو الشكل ديالنا مائل. هاد الشكل تقدروني تدخلوه
فرشمات ديال القفاطن او الجلالب. انا غنوري لكم واحد الشكل كنت دخلته في واحد القفطان جزوين. إذن كنستمروا على هذا الشكل حتى نسالي السطر ديالي. بالنسبه للشكل الثالث غادي يكون بالعقيق المهرس اللي شويه طويل. اذا كنخدم على السطر كناخذ العقيق المهرس وكنجيبه بشكل مائل. ممكن نخدمه على شكل في، الشكل من اسهل ما يكون كيجي رائع في الخدمة. إذن الخدمة باينة وشكل سهل. غنكمل بحال هكا تنسالي السطر ديالي. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الشكل الثالث من التنبات. نتمنى ان شاء الله هاد الاشكال الثلاث تنال اعجابكم، سهله في الخدمه وانيقه الشكل، كتجيب بلاصه التصفيفه او للقيطان في الجلابه العصريه. نتمنى تعجبكم وتجربوها وتخلي لي تعليقكم في التعاليق. اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.